اذكر ما كنت عليه من شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان الجنه حق والنار حق وان البعث حق وان الساعه اتيه لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقران إماما وبالكعبه قبله وبالمؤمنين اخوانا ربّي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قل يا عبد الله لا اله الا الله قل يا عبد الله لا اله الا الله قل يا عبد الله لا اله الا الله قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام قل ربي الله ودين الإسلام ونبيي محمد عليه الصلاة والسلام قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام رَبِّ لَا تَذَرْهُ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ